كنت خيب غرك عضاها يشفى الكبود العليلة ما تكسب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات، انطلاقة جديدة في هذه الفترة المسائية في أشواطنا لهذه المساء، أشواط الرموز، أشواط الدروع. شاهدنا المنافسة الجميلة والشريفة التي حانت ما بين الشعارات، ما بين أيضا شعارات دول مجلس التعاون، وكانت الدروع وأيضا بقت الدروع بأرضية ميدان الشحانية، حينما أيضا سجل الشوط الأول مالك هيجنة، أو كان ناموس الشوط الأول هيجنة لسالم سعيد المنال الكتبي، وذهب هذا الرمز إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان بليهان هو المسيطر بسن الحقائق القعدان، وبأيضا شوط الرمز محمد بن سعيد الدين المري، وكان شوط كان توقيت الزمن 4:24.76 جزء من الثاني، هذا وأفضل توقيت زمن. يتواصل بالنداء مع أول المراكز، نشاهد هنالك الشاهين لهادي بن راشد بن ديلة المري، ثاني المراكز يتواجد هنالك الشاهين محمد بن علي بن مبارك الكاموخ المري، ولكن أشاهد من غير عفيف راشد بن سعيد العرج المري مع الصدارة، ثاني المراكز شعار هنالك بن لفجح مشوش لهادي بن سالم اللفجح المري، ثالثا شعار الكاموخ برفقة شاهين، والمركز الرابع أتابع هنالك التواجد من قبل نويعسان لحمد بن محمد بن فهد العجمي، أو هنالك المتواجد بهذه الانطلاقة وبهذا التواجد الجميل مغرد العبيد بن شعفان بن عبيد العامري، خامسا يتواجد بهذه اللحظات الناوي لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري، هذا النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن تحول إلى الصدارة إلى شعار بالعرج، من يسيطر مع انتصاف المسافة ومع انطلاق عفيف راشد بن سعيد العرج المري برفقة السيطرة والصدارة، ولكن يا بالعرج هنالك الغدوم والوصول من قبل وقاد لحمد بن ضعيف بن حمد بن اختير الاكتبي ضيف الميدان العاني لنيل المراكز المتقدمة والمنافسة. المركز الثالث يتواجد مشوش هادي بن سالم اللفجة المري، أتى ليشوش الأنظار وينطلق مع الصدارة. رابع المراكز أتابع مرموق سلطان بن حمود بن علي الجحافي، هنالك المركز الخامس وصل جميل علي بن راشد بن راية المري يقدم لنا جميل مع المركز الخامس، الكيلو متر الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة والإبداع والإمتاع، هنالك التغيرات طرت وجرت على الصدارة، ما هنالك المسيطر والمنطلق يتواجد وقاد حمد بن ضحيب بن حمد بن خدير الاكتبي، ولكن الخطورة بدأت من جميل المنطلق بهذا الزي الجميل بشعار علي بن راشد بن راية المري، ولكن وصل مرموق سلطان بن حمود بن علي الجحافي مع المركز الثالث، المركز الرابع أتابع هنالك الوصول الأسد محمد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، ما زالت أعصاب هادية، بدأت هنالك العاصفة تعصف بانطلاقة جميل الجميل على الصدارة على المقدمة على السيطرة، علي بن راشد بن راية المري يرفع راية المنافسة والقوة مع الصدارة، ولكن وقاد وهنالك مرموق سلطان بن حمد بن علي الجحافي، وقاد مع المركز الثالث من الجانب الأيمن بشعار بن خدير، ولكن جميل 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 الأداء، جميل التميز، جميل الإبداع، ذهب بالسيارة مع الصدارة مع المقدمة بشعار علي بن راشد بن راية المري، من تواجد حاملا راية المنافسة، حاملا راية الناموس مع انطلاقة جميل بهذا الأداء الجميل بسيطرة الصدارة وأيضا بانتزاع السيارة ولحظة وصوله إلى خط النهاية الثاني، والتبريكات لعلي بن راشد بن راية المري، ثاني المراكز مرموق لسلطان بن حمد بن علي الجحافي، ثالث المراكز كان الوصول من قبل وقاد لحمد بن طعيب بن حمد بن خدير، مركز الرابع كان الوصول من قبل الواعي لسعيد بن راشد زعبي، خامس المراكز كان المتواجد لوف لسعيد بن بطيء الحسنة المري، ثالث التبريكات
نزفها لمالك جميل علي بن راشد بن راية المري. نعود بحضراتكم إلى الملخص الشوط الذي انقضى قبل قليل ولحظة المنافسة ما بين جميل وأيضا مرموق، وهي لحظة وصول جميل خط النهاية 4:26 14 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعلي بن راشد الرايه المري، كما ذهبت السلامات إلى أهل المملكة العربية السعودية. ثاني المراكز مرموق 4:27 64 جزء من الثانية أو 46 جزء من الثانية. تهاني وتبريكات لسلطان بن حمود بن علي الجحافي. ثالث المراكز كان المتواجد وقاد 4:29 66 جزء من الثانية. التهاني وتبريكات لحمد بن طعيب بن غدير الكتبي على حصول وقاد على المركز الثالث. في الشوط لا يمكن تخيب مركضها يشفى الكبود العليلة ما تكسب الله.